اهلا بحضراتكم، برحب بحضراتكم مره ثانيه، وبنرحب بضيفنا النهارده في المحترف، الناقد الرياضي المتميز، الناقد الكبير في الكره العالميه، محسن لملوم. مساء الخير عليك يا محسن. مساء الخير يا كابتن، منورنا. بنور حضرتك دايما، ربنا يكرمك. عندنا حاجات كتيره جدا النهارده، بس يعني عندنا طبعا كاس العرب، هنتناول مشوار المنتخب المصري، طموحاته، كيروش، و البلاننج اللي عامله من خلال كاس العرب، كمان عندنا تشامبيونز ليج الاوروبي. لكن خلينا نتكلم لسه اجواء البلندور، ويمكن في الانترو كان ألان شيرر بيتكلم على تعجبه الكبير جدا من حصول محمد صلاح على المركز السابع. انا عارف ان انت يمكن كنت في فرنسا في الفتره بتاعه البلندور، اشرح لنا الاجواء هناك ايه؟ هل الاجواء لسه مستمره؟ هل في غضب؟ هل انت من خلال وجودك كمان في فرنسا كان ردود الافعال ايه على البلندور؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، في باريس تحديدا كان في سعاده، لان اكيد نادي باريس سان جيرمان اكبر نادي في فرنسا واكبر نادي في العاصمه باريس، هو كان طبعا منتشي تماما، عنده اثنين واخدين جايزتين، ليونيل ميسي طبعا الارجنتيني واخد اللي هو البالون دور، ودوناروما الحارس المرمى الايطالي واخد طبعا جايزه تاشيني اللي هو افضل حارس. كان عشان كده حتى كانوا عاملين احتفاليه كبيره جدا وضخمه في البارك دي برنس بعد ال 48 ساعه بالظبط بعد البالون دور، كان يوم الاثنين 28 نوفمبر، وكان يوم الاربع 1 ديسمبر كان في مباراه باريس سان جيرمان ونيس في البارك دي برنس في تقريبا الاسبوع 17 او 16 في الدوري الفرنسي. انت كنت بتتفرج على المباراه ديت؟ بالظبط، كنت في الملعب. وكانوا عاملين احتفاليه كانت اجواء ممتازه، طبعا سعداء جدا 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 بفوز الاثنين من عندهم بالذهب، وحتى كانوا عاملين بانر كده باسم باريس جولدن سيتي، باريس المدينه الذهبيه، لان طبعا دي حاجه ما حصلتش قبل كده، فهم اكيد سعداء. لكن احقاقا للحق هو ده مش صح، يمكن العالم كله بعيدا عن باريس او فرحه مسؤولي باريس سان جيرمان او نادي باريس سان جيرمان ومحبيه. انا عايز اكلمك عن الناس، انت اكيد في فرنسا كنت سيبك طبعا باريس سان جيرمان وطبعا صحيح رئيس النادي وكل الناس، كل ده فرحان، لكن بتكلم على الناس الطبيعيه، وانت في فرنسا بتتناقش مع واحد صاحبك بتسمع الناس بتقول ايه يعني؟ لا لا لا، كله بقى فقد مصداقيه الجائزه، فقدت مصداقيتها بشكل كبير جدا جدا جدا. هنا لا اتحدث عن محمد صلاح فقط، ولكن خلينا نقول الاحقاق لو حق فيه ليفاندوفسكي، ده حق ليفاندوفسكي اللي هو اخده ميسي في الكره الذهبيه، لا خلاف طبعا ولا لا جدال على موهبه ميسي دي، مش عايز اتكلم، انا بتكلم على المعايير او الاحق، مين الاحق المرضي بالجائزه. بصراحه ليفاندوفسكي على الاقل مش يعني ايه، مش هقول صلاح، بس على الاقل مش ميسي، يعني في كل الاحوال مش ميسي. وممكن واحد زي ليفاندوفسكي، ممكن كريم بنزيما طبعا في ريال مدريد عامل شغل عالي جدا، شغل كويس جدا، وزي ما قال يمكن ألان شيرر زي ما حضرتك ذكرت في الانترو، يعني بيقول رايت ناو، يعني الان افضل لاعب. لا بص محسن، هو طبيعي ما كانش محمد صلاح كان هياخد، لان كانت على الموسم الماضي وكان في طبعا بالزبط. يعني في فوتنج، وعلى المستوى المنتخب ما كانش فيه انجازات، على المستوى المحلي حتى ليفربول ما كانش بمستواه. لكن بنتكلم على ترتيبه السابق، ده غريب جدا، كان كل الناس بتتكلم على ليفاندوفسكي، وكان في يمكن كمان في المانيا بالذات، لان كمان وانت عارف بتكلم معاك قبل الهوا ان في 2020 لما اتلغت الجائزه دي بسبب جائحه كورونا، كان هو المرشح الاقوى للحصول على هذه الجائزه، صحيح، وما زال حتى في هذه النسخه كان هو الافضل، وهو على مستوى التقييمات كان هو الافضل، يعني صحيح هو كان يستحقها تماما. يمكن زي ما حضرتك ذكرته في المانيا اتكلموا عن ده كتير، هم يمكن اكثر يعني معنيين اكثر من اي حد تاني ان ده حق ليفاندوفسكي، يعني امتى ياخدها بقى؟ لما ما ياخدهاش في الموسم الحافل اللي عمله ده، والتدوجات الفرديه، وحتى صحيح على مستوى الفريق مع الجمعيه مع فريق بايرن ميونخ. لا طبعا حدث ولا حرج، في حين ان ميسي ما كانش الموسم بتاعه مثمر بالشكل اللي هو، يمكن الحاجه الابرز بس كان فوز الارجنتين بكوبا امريكا. خلاف ذلك يعني موسمه كان سيء مع ساعتها كان في برشلونه بقى، ما كانش في يعني كمان على الاجواء في فرنسا، اكيد كمان على مستوى المانيا، ويمكن دايما بنتكلم على مستوى المانيا لان كان في طموحات كبيره جدا جدا على مستوى طبعا على الاقل، يعني رؤساء البايرن ميونخ كان موجود، اوليفا كان رئيس النادي، كان موجودين المدربين، كله كان بيدعم ليفاندوفسكي طبعا المهاجم الرائع للبايرن والمهاجم البولندي القوي جدا على الحصول على هذه الجائزه، وكان فعلا يستحق بجدارة.